السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم فارس 2X، رجعت بمقطع جديد وفيديو جديد مع ياسو جيم 4. هلا المهم شباب أصدقائي، ياسو جيم تمام شباب، هذه لعبة محاكي، أتوقع محاكي القوة، نضرب أشياء كثيرة عشان نوصل للبوس اللي قوته 600,000، بس مستحيل، مستحيل أصير. المهم شباب تابعوا المقطع للنهاية، اشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات عشان نختم اللعبة. ويو المهم أصير حاليا استراتيجية الاشتي، فصل دقيقة بس. خربان الله يقطع ام الاس اس. ياسين ساعدني يا اخي، ليش دي خربان؟ قاعد اركب فيه. شباب الحين انا وياسين راح نسوي تحدي صعب، انه يعني شيء صعب الصراحة بتكون، بس المهم اشتركوا في القناة اذا ما كنتوا مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات عشان نوصل للبوس الكبير. ياسين ياسين شوف الفايت، ياسين شوف الفايت، شوف الفايت ياسين، شوف يلا 3 2. Let's go! ايوه فزت. Oh my gosh. لعبة شباب اسطورية، لا تفوتكم، لا تفوتكم، بس لا تفوتكم اللعبة. مجنونة ياسين، شوف شنو معاي. او ماي جود، شوف ياسين، شوف كم قوتي صارت. بواجه البوس اللي في 40. يلا كامي بوف، موت يا شيخ، بلعت يا شباب. الحين المقطع بيخلص بسرعة ولا ايش فيه؟
الو تونا مبادين الجيم يا شباب، احنا بنخلص المقطع بسرعه شكلنا. لا يا شباب لا لا بكمل معاك عادي شباب بكمل. هلا هلا ها تعال تعال ايوه تعال خذ هذا البيكاكس. شباب ياسين اغرب شباب، هل صار في جلتش في الجيم ولا كيف شباب؟ يا اخي مكتوب لك القوة. بسم الله قاعد اواجههم. يلا 3 2 1 جو. يا عمي يا عمي يا عمي يلا يا فارس يلا 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 قوي يا شباب. والله صعب والله صعب. لا يدي يلا رياك يا زين. والله يا زين يدي راحت. ما جدا ايش بيصير بال 600؟ هذا انت تقدر تسجده. يا زين ايوه كان جلد فيه يا زين كان جلد فيه. موت موت. لا 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 يلا 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 فارس 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 يس. القم يا هطف القم يا هطف جلدت يا زين. شف يا زين الحين انا بواجه البوس. اذا الحين اواجه البوس بختم اللعبة. او في مراحل ثانية مو صح؟ ياسين لازم نجيب 2000 فوزة. والله حسبت كأن ختمنا اللعبة يا شيخ. لازم نجيب يلا بسم الله البوس. يلا قاعد اواجه البوس قاعد اواجه فزت على البوس ياسين انا فزت على البوس. او ماي جود ياسين والله فزت على البوس. طب كيف كيف انا يومي 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 مت ياسين. انا الحين بروح شو اسمه بروح العالم الثاني اشوفك بعدين. او ماي جاد يا العالم ياسين لازم تكون قوتك 35 بليون يا سادة. خلاص كام داون بيبي شباب انا برجع للعالم الاول برجع للعالم الاول. يعني كيف ارجع؟ عشرين مليون فوز عشان تعدي العالم نسوي تليبورت. ابني يا
أيوة يلا وصلت العالم الأول. Oh my gosh. يا ابرنا ياسين، كيف أجيب؟ أنت الحين في العالم الأول؟ من وين اجيب الدايموند؟ ايه في دايموند عشان نشتري قدرات، بس من وين اجيبه؟ اوكي الحين انا ايش اسوي للسودة؟ كم فوز عندك يا زين؟ أبي بواجه ساسكي، أقوى شخص. والله قوي، والله قوي مرة، قوي مرة. هو كيف 300,000؟ بواجه إيتاتشي، أوه في الملايين. أوكي ذولي في الملايين، أنا ما أقدر يا فارس يا غبي. اوه الفوز له فايدة، ماشي ياسين انا بجلد الحين البوس بثواني. جلدته ياسين، جلدته ياسين، جلدته والله والله. لا شباب ربي قيموها معاي، لعبة اسطورية يا شباب.
بسوي سبن. أحذف إيداجي ياسين. صار معاي شخص لاني اشتريت نايس، هذا يعطيني قوة كثيرة. والله اصطرت يا الزغنطوطي. ياسين انا برجع للعالم الاول، انت ارجع للعالم الاول واوريك. يا تعال يا وينك؟ شوف الزغنطوطة اللي معاي، هذا انا اشتريته. تعال تعال يا زغنطوطة، أنا اشتريته ترى ياسين، هذا يقتنع. ليه؟ ليه ما تقدر تدخل؟ ليه ما تقدر تدخل؟ واجه البوس، اجلد البوس. كم فوزة معاك؟ صحص. جلدته. اوه ماي جاش، البوس الثاني ب38 مليون. هنا لازم لي 20 مليون فوزة. هلا ايش؟ صور لي ياسين، صور لي يا اخي، تكفى صور لي كيف ما تدخل. برا ساسكي برا، يلا ياسين صور لي. يا اخي ياسين انت قاعد تصور صورة مو واضحة. You need to. الله يشوف ياسين. You need to defeat. يعني ياسين المهم ياسين الحين حاليا انت لازم تجيب، يعني كيف اشرح لك، لازم تجيب بيبي صغير.
ياسين ياسين شوف بالله تعال شوف انا عندي اثنين بيبيات صغار ياسين ياسين صار الحين عندي ثلاث بيبيات كذاب ليه ما تقدر تروح الزين تروح على النجوم وحطهم دور على جنب الشب تقدر تدخل عندك ناروتو ها؟ الحين ياسين المراحل صعبة الله يعينك شوف شوف برا يا اخوي ايزي ياسين ياسين تعال 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 ياسين تعال شوف كم قوة البوس هذا الله يعيننا شوف شوف تبي تبي ياسين ياسين تبي تروح المرحلة الجاية جيب 20 مليون فوزة كيف نجيب لازم اجيب بيضات ياسين تدري اني اقدر اعطيك شخصية قوتها 9.5 تدري يلا بسويك مو بسوي مو ريبيرل لا لا مو لا لا مو بريفات مو بريفات بس ما اعرف اتوقع هذي شوف 3 ريبيرل ايوه ياسين اقدر اتوقع ما اقدر اقولك بعدين المهم ما ندري
والله ما ادري. والله عندي سيف بيانو قوي. لا في شي بور يا اخي، روح هناك. هنا لا، هنا يا اخي، هنا بجيب بجيب سيف قوي. طب موت ياسين، الولد ما يموت. والله الولد ما يموت. لكم يا إيطاتشي، إيطاتشي صعب. يا الله موت يا إيطاتشي. يا تنكسرت يلا بو فست. يلا يا تاتشي 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 تاتشي. أقوم يا عطف، يلا طير بس على تاتشي ياسين. كيف نعدي الماب هذا؟
خزنتي تاتش بثواني. خطير يا تاتش يا بط يا ابو ريح. يتأتي مستواك فاشل. زازاغي واو بال جلدني ياسين. أنا بشتري أم 200,000
أبريل. ياسين أسوي لك تفاوض؟ ياسين شوف قوتي. والله العظيم اني ما اعرفه، بس ياسين انا عندي بنت قوية 57.5. جلدني يا الله يا الماضي المعقد. الفيديو للحين قاعد يستمر 38 دقيقة. او ماي جوش، ياسين بسوي الختام. اوكي الى هنا شباب وصلنا الى نهاية المقطع. الجزء الثاني ان شاء الله ينزل اليوم او بكرة، فلا تحرمونا من اللايكات الشير سبسكرايب. انا وياسين نختم الماب، الجزء الثاني بيجيكم يمكن اليوم او بكرة. فاذا تبون شيء اشتركوا في القناة لما كنتم مشتركين. سلام.